يقال أيضا أن البقلاوة إرث عثماني أصيل كان بيقدمها السلطان العثماني لجنوده، ويقال أيضا أن البقلاوة دي كانت اسم سلطانة ماهرة جدا جدا في فنون الطبخ كانت موجودة في قصر السلطان العثماني عبد الحميد. البعض بيقول أن بقلاوة معناها أسطورة، والبعض بيقول إن هي كلمة تركية قديمة جدا بتعود للعهد العثماني وانتشر استخدامها بعد ذلك إلى العالم كله وانتشرت لسوريا وفلسطين ولبنان ولكل بلدان العالم. أظن ما فيش حد ما بيحبش البقلاوة سواء في رمضان أو غير رمضان، هي موجودة بشكل دائم هنا خصوصا في تركيا، يعني ما أكثر محلات البقلاوة في كل شوارع تركيا.